ارتفاع في درجات الحرارة، الحق متاع ربي سخانة برشا، رغم أنه لهنا في نابل وعلى مسافة قصيرة من البحر، لكن النسمة غاطة بصراحة، يبدو أنه درجات حرارة مرتفعة. وتواصل الشيلي باش نزيدوا ناخذوا أكثر معلومات طبعا من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قاعد في كل مرة ينشر الحقيقة معناها النشرات التحيينية لأحوال الطقس، وخاصة توا نحكيوا على برشا حديث ونزيدوا نفهموه أكثر ونعرفوا حقيقته على تجاوز المعدلات العادية لشهر جويليا بعشرة درجات. باش نزيدوا ناخذوا أكثر معلومات على درجات الحرارة كسوا في الوطن القبلي وكل وإلا في كامل ولايات الموجودة على الساحل وإلا في داخل الجمهورية. حاضر معنا بالتليفون محرز الغنوشي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، مرحبا بك محرز. صباح النور، اهلا وسهلا صحيه، مرحبا بيك، مرحبا بكل فريق العمل معك وكل مستمعي راديو. اهلا وسهلا بيك. دونك قل لي هالسخانه هي بدات تظهر لي من نهار السبت، زيت كملت عليت اكثر البارح، زيت كل يوم زاد كيف كيف سخانه، ويبدو انه ما زالت متواصله الغدوه. قداش وصلت درجه الحراره محرز بربي؟ وفيما يخص الارتفاع في درجات الحرارة، فكنا معنيين بالنشاط هذا منذ يوم الجمعة، ما نحكيه على درجات حرارة اللي تقريبا تجاوزت معدلات عادية بما يقارب 6 إلى 10 درجات بداية من يوم السبت، ونتوقع تواصل تقريبا مؤشر الطقس على نفس الوتيرة حتى في أغلب ردهات الأسبوع هذا. قداش وصلت درجات الحرارة؟ وصلت المستوى 46 درجة في مناطق الجنوب الغربي بدرجة أولى، وديما نأكد رأي هذه درجات الحرارة في ظل ما تلحس موت العادي وفق توصيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وفق المعايير المصادقة عليها. رأوا في الشمس في فترة ما بعد الظهر وقت يخرج الإنسان العادي، ففي ظل نسب الرطوبة العالية العالية جدا رأوا يحس أرقام أعلى تقريبا ما يعادل 5 إلى 7 درجات الحرارة المحسوسة. قداش نتوقع اليوم مستوى السخانة؟ نتوقع مستوى 47 درجة على الأرقام هذه إن شاء الله بسجلوها في توزر في قبلي، تتجاوز 38 في أغلب مناطق البلاد. طاقة حرارية هي ممكن تساهم اليوم في تكون مجموعة من الخلايا الرادية يرافقها أمطار متفرقة، إمكانية البرد في أماكن محددة ممكن تشمل بفعالية محلية بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل. وأسباب الارتفاع هذا هو سقوط هوائية صحراوية قدوما من الصحراء الكبرى الأفريقية، وبتبقى مسيطرة تقريبا على الوضع الجوي في أغلب ردهات الأسبوع هذا. وضع جوي طالب من كل اليقظة، وقت نحكيه على تواصل درجات الحرارة على نفس الوتيرة خلال أغلب ردهات الأسبوع هذا، وممكن تراجع طفيف نهار الأربعاء في أقصى شمال هبوب ريح القطاع الشمالي في بنزرت شمال ولايتي باجة وجندوبة. أما راهو انخفاض ظرفي ونسبي ومحلي على خاطر بالنسبة لبقية الأيامات مازال معنيين بدرجة حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. ارتفاع باش يكون ملموس ومحسوس أكثر خاصة نهار الخميس ونهار الجمعة القادم، ونعرفوا مدام صيف فترة استراحة سنوية للعديد من المواطنين وين نجموا نمشيو نجموش نبحروا. بالنسبة لمعلومة البحر اليوم البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى مطر بآخر النهار في أقصى الشمال الغربي، وهنا نحكيو على شواطئ تبرق ونفزة من ولاية بيزا ممكن حتى الجهة الغربية لبعض شواطئ ولاية بنزرت. أما بالنسبة لبقية شواطئ السباحة بتكون ممكنة، أما لازمنا ناخذوا بالأسباب نحاولوا نجنبوا أوقات الذروة الحرارية اللي هي من 11 الصباح حتى الأربعة متعشية. درجات حرارة تعتبر نسبيا مرتفعة حتى خلال المساء تقريبا أرقام تتجاوز 25 درجة وتتجاوز حتى محليا 30 في مناطق الجنوب الغربي. نحاولوا ناخذوا بالأسباب ونتعاملوا مع الوضع الجوي كما ينبغي. محرز كنقولوا إنه درجات الحرارة الأيامات هذه تجاوزت المعدلات العادية لشهر جويليا ما بين قتلي ما بين 5 و 10 درجات، هذا نحسبوه بارابور لشهر جويليا من عام ناول ولا في السنوات اللي فاتت الكل؟ هذه المعدل على 50 سنة، معناتها كي نحسبوا المعدل نتاع العشرية الأولى لشهر جويليا على 50 سنة ما تم تسجيله في العشر أيامات الأولين، ترى المعدل مثلا لتونس الكبرى هو 32 درجة. كي نقولوا درجات حرارة خلال نهاية الأسبوع وصلت المستوى 41 و42 درجة، فراهو درجات حرارة تعتبر أعلى من المعدلات العادية، معناها حطمت الأرقام القياسية تقريبا. أرقام قياسية لا، ما خاطر نقول لك اللي وصلت مثلا في تونس العاصمة في أشهر تجاوزت حتى ال 45 درجة، أما قريبة شوية للمعدلات القياسية. نحكيو على شهر جويليا، احنا نحكيو على شهر جويليا. نحكيو على شهر جويليا. أي فوالا، باهي. دونك لهنا في المناطق الساحلية تقريبا احنا نعرفوا ديما خاطر البحر يلطف شوية درجات الحرارة. كنا في الأيامات اللي فاتت القياس ما بين نقولوا احنا معناها 34 39 درجة على أقصى تقدير، باش تفوت 39 درجة في المناطق الساحلية؟
هو بالنسبة لليوم متوقع باش تفوت 38 درجة في أغلب مناطق البلاد بما في ذلك الجهات الساحلية، وممكن غدوة إن شاء الله تراجع طفيف بمعدل درجتين لثلاثة مقارنة بما تم ذكره، معناتها باش تنخفض ممكن درجة الحرارة المصفى 33 ل 37 درجة، أما راهي ديما تبقى أرقام نسبية مرتفعة خاطر كي نحكيو على المناطق الساحلية نحكيو على نسب رطوبة عالية وعالية جدا هي تعمق إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. وديما قلت لك الإنسان ياخذ الأسباب التوصيات ممكن نقدموها في وضعيات جوية بخصوصيات كيف هكا ممثلة هو تجنب أوقات الذروة الحرارية، تزود بكميات هامة من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وربي يعطينا كل شيء باللطف إن شاء الله. يا ربي ربي يعطينا كل شيء باللطف، أحسن كلمة قالت، إن شاء الله ربي زادة يخفف علينا هالسخانة خاصة المناطق الداخلية، معناها درجات حرارة توصل ل 47 درجة الحق متاع ربي، معناها درجات حرارة مرتفعة، إن شاء الله ربي يصبر الناس اللي تخدم البرة في الشموسات وكيف كيف العباد اللي مضطرة أنها تخرج وتقضي. شكرا ليك محرز الغنوشي عن المعهد الوطني للرصد الجوي على تدخل التوضيحات اللي قدمتها لنا. دونك نرجع مرة أخرى قبل ما نمشيو للموسيقى، نعاود نذكركم سحرورة بال